أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل محبة الكفار من غير إعانتهم على المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب أم أنها كفر مخرج من الملة؟ سبق لكم أن محبة الكفار بدون أن يكون معها عمل ضد الإسلام والمسلمين أن هذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. أما محبة الكفار معها نصرة للكفار وتأييد للكفار وإعانة لهم، هذه ردة صريحة. نعم.